السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير ليفربول. وغالبا ممكن جدا تكون الحلقه الاخيره دي او الحلقه اللي قبل الاخيره، لسه مش عارفين، على حسب طبعا نتيجه ماتش اليوفي. طبعا الحلقه اللي فاتت كنا تعادلنا قدام اليوفي 1-1 في دوري الابطال. لو خسرنا من اليوفي لا قدر الله او طلعنا بره دوري الابطال، فغالبا دي هتكون الحلقه الاخيره في كارير ليفربول في فيفا 23. يعني الحلقه دي زي ما انتم شايفين فيها شهر مارس، طبعا ماتشات الدوري كلها هتتلعب، لان الماتشات مفيش مجال نضيع نقطه في الدوري خالص في الفتره دي. فهنشوف بناء على ماتش اليوفي ان شاء الله هيكون الماتش الثالث معانا في الحلقه دي. لو كسبنا اليوفي وتاهلنا الدور اللي بعد كده هنكمل، هيبقى في حلقه تانية غالبا بنسبه كبيره تكون الحلقه الاخيره، او لا قدر الله وطلعنا من اليوفي فهتكون دي الحلقه الاخيره في كارير ليفربول. ونستنى بقى ان شاء الله كارير جديد في فيفا 24 باذن الله. بس قبل نبدا الحلقه، اعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات يا شباب. يعني مش عايز اقول لكم اللايكات بتفرق جدا، انا ما كنتش الاول بهتم بموضوع اللايكات والشير والكومنتات والكلام ده كله، بس اكتشفت مؤخرا ان الحاجات دي بتفرق جدا في نشر المحتوى، وبتخلي المحتوى يوصل لاكبر عدد من الناس، وطبعا بطبيعه التفاعل بيزيد اكتر على الفيديو. فلو الفيديوهات بتعجبكم والمحتوى بيعجبكم وعايزين بس تدعموني في المحتوى ده، وان شاء الله الفتره الجايه ما تبخلش عليا باللايك بتاعتك عشان الفيديو ينتشر لاكبر عدد من الناس. طبعا المشكله النهارده ان صلاح للاسف ونونيز وكذا لعيب تاني وفان دايك مش هيكونوا اساسيين معانا في الماتش ده، لان في اجهاد كبير للفرقه الفتره اللي فاتت، فمحتاجين نريحهم عشان يبقوا جاهزين ان شاء الله الماتش اللي جاي وماتش اليوفي اللي هيكون بعد الماتش اللي جاي كمان ان شاء الله. ماتشات الدوري كلها مهمه، الفرق بيننا وبين المركز الثالث نقطتين، محتاجين نركز بس، ربنا يستر في الكره دي كده. ايه في الريبورتسون والنبي يا ساتر على الكرة دي، خطر قوي يا جماعة الكرة دي يا جماعة. اطلع يا روبرتسون بقى، حلوة قوي الكرة دي، فين جاكبو؟ اوف سايد للأسف. خش جون، مش اوف سايد والله، حلو قوي، محتاجين نخطف جون صح كده. طبعا في غياب صلاح ونونز وفان دايك وبعض اللعيبة وكمان اوسكان في نص الملعب، الفرقة محتاجة تخلص، لأن اللي جاي هيبقى صعب علينا في الماتش ده. حلوه مفيهاش حاجه، يلا يا كومان يا ابن اللعيبه يا كومان، يعني مختفي طول الماتش والله وظهر في كره واحده. صفقه صفقه كبيره يا جماعه، واضافه كبيره لليفربول، ويعني يا رب يثبت نفسه في دوري الابطال ويساعدنا في البطوله دي بقى. بص مختفي طول الماتش وظهر في الكره دي، اوعى ضربات الجزاء، لسه بقول اوعى ضربات الجزاء، والله العظيم عارف انها فيها مشكله الكره دي يا سيلفا، دي كره يا سيلفا. طبعا في شويه تغييرات حصلت، يعني كوناتي خرج ونزل جوميز، بس الغلطه مش من جوميز يعني، وخرج طبعا تياجو كمان ونزلت جونز. يا رب يا اليسون تصدها، بس مشكله بقى الجون ده كده. قفل يا جونز نص الملعب بقى، مانشستر كسبانه، يا نهار اسود على الجون ده، الحمد لله يا جماعه، فيها يا جماعه اخر كوره خلاص في الماتش، يعني المفروض الحكم يصفر بعد الكوره دي. صفر، مبروك يا شباب، يعني اي ثلاث نقط في الفتره الجايه دي هتكون ثلاث نقط مهمه جدا بالنسبه لنا في الدوري. ديربي الميرسيسايد طبعا، يعني ماتشنا مع ايفرتون البروفا الاخيره قبل ماتش اليوفي، ماتش طبعا قوي جدا وماتش صعب جدا، دايما ماتشات ايفرتون بتكون ماتشات فيها يعني رتم سريع، وربنا يستر ما نخسرش الثلاث نقط النهارده في الجودسون بارك. حلوه، يلا كومان خش انت بقى، الله الكره دي، جون دي خلص صح يا شباب، اديني بقى يعني طمني كده قبل ماتش اليوفي ان احنا ان شاء الله هنعمل ماتش كبير قدام اليوفي في ملعبنا. يلا صلاح خش، حلوة يا صلاح قوي، انت اسرع، حلوة، نخلص نفسنا خلاص يا جماعة، احنا في احسن فورمة دلوقتي، يعني اليوفي لو جت لنا دلوقتي فعلا حرفيا هناكلها في الماتش ليا رقم 100 مع الفرقة، يعني الفريق بيحتفل بيا. الله على الكرة دي، فين صلاح؟ اسكان تاني لسه، خلاص يا جماعه والله العظيم مفيش احسن من كده احتفاليه،
سوبوزلاي بيقول لي انا سوبر ستار في نص ملعب ليفربول. ماتش لوفي يا جماعه نخش عليه بقى، وربنا يسهل كده نعمل ماتش كبير زي ماتش ايفرتون كده، ونحاول ناخد بطاقه التاهل من يوفنتوس. طبعا اكيد ماتش اليوفي مش هيكون سهل زي ماتش ايفرتون في الدوري. اليوفي طبعا يعني انا بالنسبه لي شايفها، لو لا قدر الله خرجنا من اليوفي، انا برشحها للتشامبيونز ليج تفوز بيه. فرقه مش ممكن يعني، عندها سوبر ستار في الفريق، جلاكتيكوس بمعنى الكلمه. فربنا يستر ان شاء الله ونكون قد المسؤوليه النهارده وناخد بطاقه التاهل من اليوفي. يلا نورز هاند بول، طب دي ولا حاجه ركنيه مش مشكله. حلوة يا نونز، لو خطفنا جون بدري نهتهم كده في ايه ده يا صلاح؟ ايه ده على الكورة؟ يا حكم هاند بول، يا حكم او ضربة جزاء او اي حاجة. كفاية الاتنين اللي قدام فلاوفيتش ولوكاكو، مشكلة كبيرة يعني. وفوجبا كمان، وفي شوية خطر دي. ايه في الارنولد؟ يا ساتر على الكورة. حلوة يا اليسون والله. طلع لي يا كومان انت، والله العظيم يا اليسون، يعني يا نونز انت المفروض انت طويل، طلع الكرة دي من هنا بقى. راجع يا اوسكان بسرعه يا اوسكان، مش كده، اوعى تاخد كارت احمر يا اوسكان. لا لا يا اوسكان، لا يا حكم، لا 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 لا. في تهور، بس مش للدرجه دي يعني، ده اول كرة ليه. مش ممكن يا بجد على الحكام دي. يا ساتر على الكورة، والله العظيم عش اليسون، اقسم بالله يا ابني. فين صلاح طيب؟ يا تياجو اخلص يا تياجو. اليسون يا جماعة يعني الماتش مش هيبقى سهل طبعا، خاصة بعد الكارت الأحمر ده، مشكلة بقى. مين طب جاي يا جماعة؟ خش يا صلاح، مش اوفسايد يا صلاح. يلا صلاح والنبي، يا نهار ابيض على الكوره. تخيل في الزحمه دي صلاح يخطف لك جون ويريحك، يعني تبقى خطفه العمر يا صلاح والله. حلوه ونبي صلاح، يلا انت اسرع. نونس فين؟ خش بقى والنبي بقى. حلو تراب الكوره كده، صح قوي. خش يا كومان، وبيرتسون الغلطة بفورة. حلوة فان دايك قوي، حد يقابل، بلاش فان دايك يقابل يا جماعة، عايزين حد تاني. ليه بقى؟ عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه فان دايك ما يقابلش ليه؟ عشان هما بيفضوا مساحة جوه في البوكس بقى. اوفسايد يا حكم. بس هتلعب كورة، اوعى تقول لي ضربة جزاء ما فيهاش حاجة. عملوا تغيير طبعا، هما خرج يورينتي ونزل معرفش مين، كوتسا ده ولا اسمه ايه. اليسون حرام يا اليسون، مش يعني انا مكسوف ازعق لك، مكسوف اقول لك حاجه، انت عامل صدد اصعب الكرة، اصعب كرة يعني، اسهل كرة تيجي عليك تخش جون. حرام يا اليسون والله، يعني مجهود الفرقه يضيع بسبب الغلطه دي. طبيعي انت هتخرج في كوره زي دي مع لوكاكو بالبوكس يا حبيبي، مش تمسك كوره ابدا. نموت نفسنا بقى الكام دقيقه. الله العظيم يا اليسون، حلوه يا اليسون. وحشه وحشه يا كوناتي، يا كوناتي غلطتين يا كوناتي، صعبه يا كوناتي. طبعا ما قداميش حل غير ان انا هاجم، بس مش هقدر العب من غير ديفندر، يعني انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. بس كده كده فاضل 10 دقايق على الماتش، فطبيعي ان انا لازم اجازف بكل الخطوط بتاعتي. صحيح اوسكان مطرود في المكان بتاعه ده، فاضي خالص رقم 6، بس يعني محتاجين نهاجم. يلا صلاح، ماشي كره شكلها حلو والله. يلا خش يا صلاح انت، كره حلوه والنبي. هو سوبوزلاي اللي انقذنا والله،
ارجع زي ما احنا بقى، زي ما احنا بقى نرجع تاني زي ما كنا. طبعا هخرج كومان وانزل كوني، اظبط نص الملعب تاني لان ما عندناش حد ديفندر في نص الملعب كده. قافل ونبي كوناتي، يا ساتر حلو يا اليسون قوي، يعني لولا اليسون بس الغلطه اللي غلطتها دي مش كنا كسبنا الماتش دلوقتي. يلا جاكبو انت سريع، خش انت بقى، والله كوره جون دي. سوبوزلاي ونبي خلص، يلا نهار اسود يا سوبوزلاي، ازاي تضيعها دي يا سوبوزلاي؟ بس اوعى يشوط ده، يا ساتر على الكوره والنبي. الحمد لله يا جماعه راجع كوني، مجهود كبير منك قوي، يا ساتر على الكوره. انا خايف، خايف منهم والله، من يوفنتوس دي والله خايف، حرام والله يا جماعه، حرام والله العظيم بجد. يعني انا لو عليا اسيب لكم الماتش كله، من كتر ما الماتش كان يعني تحفه يا جماعه، فنيه بمعنى الكلمه. الماتش ده تقريبا احلى ماتش لعبته في الموسم ده، هو ماتش اليوفي في العوده. بس للاسف طبعا يعني عشان وقت الحلقه، حاجه تانية كمان انا نفسيا كمان متضايق بسبب الماتش وخروجنا من دوري الابطال بالشكل ده، غلطه واحده تكلفنا بطاقه التاهل يعني. طيب بعد خسارتنا قدام اليوفي في دوري الابطال للاسف، يعني غالبا بنسبه كبيره جدا دي هتكون اخر حلقه خلاص في الكارير، لو مشينا كويس في الفترة الجاية قدام ليدز وقدام مانشستر سيتي، ودخلنا كمان في شهر ابريل وقدرنا نكسب الماتشات اللي جاية دي، ساعتها هيبقى في حلقة تانية، لان طبعا هنقدر نكمل بقية الموسم لحد اخره، واخر ماتش هيكون توتنهام. اما للاسف لو لا قدر الله بقى حصل خسارة في الماتشات دي، ولا ماتش السيتي مثلا ولا كده، فالفرق بيننا وبين يونايتد متصدر دلوقتي حاليا هيوسع جدا، وساعتها هيكون الموسم انتهى، وهيكون خلاص اخر حلقة في ليفربول او في الكارير بتاعها اتكتبت بشكل رسمي. يلا كومان خش انت سريع، حلو يا كومان قوي، لو خلصتها تبقى بطل يا كومان والله. يا راجل حرام عليك يا كومان، دي كوره دي يا كومان، خطر كوره جون، مش ممكن بجد انا على الدفاع يا جماعه. حلو يا صلاح، يلا خش انت بقى، مش اوف سايد، نرجع بس بالنتيجة يا صلاح، يلا محمد صلاح يا جماعة، والله يا ابني رجعتنا في الماتش يا ابني. يا ساتر على الكورة، ماتش صعب، ماتش صعب قبل ماتش السيتي كمان. يلا تياجو، وحشة يا تياجو، اقفل يا كوناتي، اطلع بالكرة صح يا راجل، اطلع بالكرة صح بقول لك. حلو يا اوسكان قوي، حد يطلع لصلاح، خش يا صلاح مش اوفسايد، يلا والله العظيم لو حطيتها يا صلاح، حلوة حلوة يا صلاح والله، ركنية. طيب صح، يا نهار ابيض على الكورة، حلوه والله العظيم يا رسول النجم. بص الماتش يعني ايه بقى، في ضربه قاضيه دلوقتي، حلوه يا نونز، حلوه حلوه الفكره يا نونز قوي، مش وحشه. اتنين على ارنولد، انا خلي بالكو، اقفل يا كوناتي، يا ساتر على الكوره، يا فان دايك بلوك، يا فان دايك ده انت قدام الكوره يا راجل. يعني بس انا عايز اشوف بس حاجه، فين البلوك بتاعك يا ابني؟ حلو يا صلاح، والله العظيم كرة حلوه قوي، يلا بص نونز اللي حطها، بس صلاح هو اللي عمل الجون ده والله، هو سبوزلاي عشا نونز، فكره حلوه بس التنفيذ مش احسن حاجه يا نونز. انا خايف بالكرة دي، يا ساتر
مش ممكن يا جماعة، خلاص اللي هيجيب جون هيكسب الماتش ده. يلا اخر بقى هجمة دي نستغلها والنبي، حلوة الكورة، يلا يا نونس، الله كورة، خش يا نونس بشمالك يا نونس، حرام عليك يا راجل، دي اخر كرة في الماتش يا نونس. معرفش هيحصل دلوقتي في الدوري ايه يعني، طبعا اكيد اكيد احنا مركزنا بقى بره التوب فور بنسبه كبيره جدا، وطبعا بعد الخساره قدام ليدز يعني للاسف الفرق بيننا وبين الاول مانشستر يونايتد بقى 9 نقط، وفاضل 8 ماتشات بس على البريمير ليج او نهايه البريمير ليج. طبعا اي خساره تانية في الحلقه دي او في الموسم خلاص كده يبقى املنا بنسبه 90 5 بنسبه 100% تقريبا الموسم هيكون انتهى وطلعنا موسم صفري. وطبعا زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم كمان يعني الاداره اصلا على اخرها مننا، فمفيش مجال ان احنا نخسر ماتش سيتي، ده بالنسبه لنا ماتش حياه وموت. و انا خايف من هالاند، الله يا ارنولد اطلع بالكره صح، باينه اصلها تياجو قوي صح كده، يلا كره حلوه اطلع نونس، مش اوفسايد، خش حلوه الكوره شوبزلاي، يلا والله العظيم خواجه، يلا شوبزلاي والله العظيم بحبك، يلا حد يقفل عليه. طيب يا جماعه مش ممكن يا جماعه يعني، وبيلينجهام كان يجيب فينا جون، مش ممكن على ارنولد، بتعمل حاجات يا ارنولد غريبة والله، والله العظيم بتعمل حاجات غريبة يا ارنولد، يعني ده خدك واحدة على الثابتة، لا انا عايز اشوف الجون ده تاني، عايز اشوف ارنولد اتلم ازاي كده، مش ممكن. ماشي نونس، فكرة حلوة يا نونس قوي، ايه في الاوسكان جندي مجهول اوسكان ده والله، حلوه حلوه يا اليسون والله، هالاند عدى ما اعمل اعمل فاول، طيب صح يا ساتر على الكوره، بص روبرتسون خرب بيتك يلا روبرتسون، يلا بتعتذر عليا، يلا اضغط اضغط هنا صح، ما هو مش معقولة يا جماعة مش معقولة، مستحيل فعلا والله العظيم حرام، يعني انا بجد والله انا مخنوق من الفرقة دي والله العظيم، مش طايق اشوفكم خالص يعني، كوناتي كده كورة يعني كورة طايشة، هي كده كده الماتش خلص يعني بنسبة كبيرة، احنا خلاص فقدنا لقب الدوري الموسم ده والنسخة دي من فيفا اصلا كلها، يعني حاجة تحزن والله، التشامبيون ليج ضاع مننا والدوري راح مننا، هي كانت باينة يا شباب يعني بعد الخسارة قدام سيتي، هي كانت باينة والله الإدارة على آخرها خلاص مننا، يعني هم شايفين إن احنا فقدنا كل البطولات السنة دي، الكاس والدوري ودوري الأبطال، لكن طبعا يعني في حاجات خارجة عن إرادتنا وفي حاجات احنا موتنا نفسنا لحد اخر لحظه في الملعب ومفيش نصيب نعمل حاجه مع ليفربول، يعني خلاص احنا وصلنا لاخر حلقه خلاص في كارير ليفربول فيفا 23، ان شاء الله اشوفكم بقى على خير باذن الله في النسخه الجديده من اف سي 24 باذن الله. بكده نكون وصلنا للحلقه، لو عجبتك الحلقه دي اعمل لايك للفيديو واشترك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك وفعل جرس التنبيهات، اشوفكم على خير ان شاء الله النسخه الجديده، السلام عليكم.